مرحبا وأهلا فيكم. طبعا بدي أذكر أنا اللي عم يتابعنا جديد خاصة في القناة أنه القناة مو الهدف فقط أنه نستعرض الأحداث والأخبار ونعلق على بعضها سواء بشكل ساخر أو بشكل جدي ونفند ونشرح، لا، في هدف عنا شوي أكبر، وهذا يمكن المتابعين القدامى بيعرفوا أنه نحن نحاول نرسم مشهد متكامل عن الحالة السورية، ما يحدث في سوريا. الحقيقة وسائل الإعلام وانحيازها لأطراف متعددة، وجود التيارات المتعددة وعرض المشهد كل واحد من زاويته ممكن يضيع المتابع يلي بده يعرف حقيقة ما يجري، وبالتالي نحن عم نحاول أنه يكون المشهد واضح ومتكامل قدر الإمكان بما يحدث على كامل تراب سوريا. لا شك أنه في محاور وفي سياق للأحداث، يعني الأحداث تضاف إلى هذا السياق أول بأول، ونحن عم نتابع في هذا السياق، وإنما بهدف أنه تبقى هذه الصورة متكاملة ونعرف حقيقة ما يجري في سوريا، ونحاول نستشرف يعني بشكل أو بآخر ما قد يجري في الأيام القادمة. هذا بيساعدنا بشكل أو بآخر على تخفيف الخسائر والأضرار ما أمكن، وأيضا بيساعدنا أنه نكتسب الخبرة اللازمة التي ستكون مفيدة في المستقبل. هلا المشهد بشكل آخر، وخاصة مرة تانية اللي عم يتابعنا جديد، ولازم نحن دائما، وهذا الموضوع راح أحرص عليه، نحن صرنا من أشهر، خلينا نقول من بداية التسجيلات بتوقع من سنة ونص، شوي وشوي كنا عم نحكي عن أزمات، عن يعني مشاكل. كان في حدث مفصلي اللي هو إعادة انتخاب بشار الأسد، كان في توجس لنشوف شو بده يصير، ما كنا طبعا متفائلين كثير، ولكن تأكدت عنا اليوم الصورة، المشهد صار واضح أنه نحن في مرحلة انهيار دولة سوريا، أو هذا الطور من أطوار الدولة السورية. مو في بيقول لك دولة أولى وتانية أو جمهورية أولى وتانية، نحن اليوم في مرحلة انهيار دولة سوريا الأسد، هن بيقولوا سوريا الأسد مو أنا، يعني تدل على بداية حكم الأسد، نحن في نهاية هذا الطور. هلا لحتى نكون يعني واضحين أنه عملية انهيار الدول وإعادة تشكيلها أو دخولها في طور آخر بياخد وقت، مو بياخد أشهر، بياخد سنوات وربما عقود، يعني هذا الموضوع بيتم بهذه الطريقة، ونحن من الأجيال يلي يعني كان حظنا أنه نشهد انهيار دولة أو دولة سوريا الأسد، ونشوف شو هي كيف بدها تتطور وشو التطور الجديد طبعا ممكن يكون لنا دور فيه، ولذلك نحن عم نتابع وعم نحاول نفهم وعم نحاول نكتسب الخبرة، بلكي بيكون لنا يد في تشكيل الطور الجديد من الدولة السورية. هلا لذلك نحن عم نقول نحن في طور الانهيار. هلا هذا الانهيار أثر على كل القطاعات بما فيها الأمن، الأمن يلي دائما نحن كنا نتغنى به نحن السوريين، ونتذكر يعني موال انه بنرجع الساعة 3 بالليل على بيوتنا ما حدا بيحكي معنا، وطلع طبعا بعد ما طلعنا وانتشرنا في كل انحاء العالم طلعت هاي اسطورة، يعني ومو يعني بدنا نحكي حالة عامة، في استثناءات، ولكن بالعموم كل الناس بتطلع وبتدخل على بيوتها وما في خطر عليها، وبتتأخر بالليل وبترجع بالليل، وهذا الموضوع موجود بكل الدول الحقيقية والمدن، في أحياء أخطر من أحياء، في مدن أخطر من مدن، ولكن أساس الدولة الحديثة اليوم هو الحفاظ على الأمن، يعني هي أول وظيفة أو الأولوية من في وظائف الدولة هو الحفاظ على الأمن، لأن بيأثر على كل القطاعات في الدولة، وبالتالي هذا الموضوع ما له منية وما كان إنجاز الحقيقة ندفع نحن تمنوا الفقر والجوع والحرمان من حرية التعبير إلى آخره، الموال اللي بنعرفه طلع هذا مكسب، مثل ما التعليم مكسب، مثل ما الطبابة مكسب، كل الناس كل الدول بتعالج وبتعلم وبتحافظ على الأمن في دولة، وهذا واجب أقل واجبات الدولة وأولى، يعني هذا خلصنا منه، ولكن هذا العامل اليوم نحن مع الأسف عم نفقده بفعل طبعا 10 سنوات. الدولة أصبحت في حالة تفكك، ما عادت قادرة بشكل أو بآخر، حتى أجهزة الأمن منا ما عاد عندهم عناصر بشرية كافية، وهذا الموضوع بيتجسد بعدة مظاهر في شيء طبعا بكل جغرافيا سوريا حتى التي خرجت عن سيطرة النظام، وكل ما بتبتعد المناطق إذا بدنا نحكي عن تحت سيطرة النظام عن المركز بيصير فيها أشكال متعددة من يعني خلينا نقول من فقدان الأمن. إذا بدنا نأخذ مثلا مثال شرق سوريا يلي هو مو قوات سوريا الديمقراطية، إلى جنوب قوات سوريا الديمقراطية المنطقة تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية وبعض التشكيلات الجيش المحسوبة على الجيش السوري، بنشوف أنه الخطر الأكبر يأتي من الميليشيات نفسها يلي هي تحت ذرائع مختلفة، أحيانا تعتقل، أحيانا تصادر منازل وتطرد عائلات بدعوى تشكيل مثلا مربعات أمنية التي ترتكب يوميا
يعني مخالفات ويعني تهديدات على أمن المواطن من خلال الحواجز، بتشلحهم مصاري، بتشلحهم بضائع، تفرض عليهم أتاوات. فمنشوف أنه الميليشيات المفروضة والقوى المفروض أنه هي تحفظ الأمن هي التي يعني تهدد الأمن، أمن المواطن في تلك المناطق بشكل أساسي. بياخذ أشكال أخرى، مثلا إذا بدنا نروح على درعا منشوف أنه طابع، لأن هي مدينة غير مستقرة، منشوف طابع الاغتيالات، يعني اللي هو زاد بشكل كبير خلال الشهر الماضي، اغتيالات من الطرفين لتصفية الحسابات أو لأهداف أخرى بنحكي عليها بتسجيلات قادمة. فإذا منشوف أنه في مخاوف حقيقية وفي فقدان الأمن كامل خلينا نقول في تلك المناطق. السويدة نفس الشيء أيضا، في غياب تقريبا تام لمؤسسات الدولة، والمدينة متروكة للمسلحين والميليشيات بأسماء مختلفة، جيوش ومرجعياتها مرجعيات مختلفة، والناس يعني عايشين كل يوم بيومه مثل ما بيقولوا، الخارج من بيته مفقود والعائد مولود. بمناطق النظام، خلينا نقول مناطق، طبعا ونحكي على مناطق خارج سيطرة النظام، مناطق النظام الحقيقة ملاحظ جدا، وهذا الموضوع كان حكينا فيه من أشهر، ولكن اليوم زاد تواتر عمليات أو عدد ونوع الجرائم، يعني في عدد متزايد ونوع الجرائم يعني ما لنا متعودين عليه بسوريا. يعني مو قصة والله واحد سرق أو واحد مثلا بثورة غضب قتل الثاني، أو تيجي جريمة مثلا بشعة كل سنتين ثلاثة أربعة، لا، صارت كل الجرائم بشعة في سوريا وتتسم بالوحشية واللا معقول. إذا عم نتابع نحن طبعا من مصادر رسمية مثلا وزارة الداخلية، بنشوف أنه جرائم أصبحت غير معقولة، معظمها بين الأقارب، طريقة القتل قاسية جدا وحشية، وهي تواترة يعني أسرع. فإذا هذا الموضوع جدير بالملاحظة. مثلا من ضمن إذا بدنا نحكي على فقدان الأمن، أنه موضة القنابل اللي ما كنا نخلص منها، يعني نحن أول مرة تاني مرة، ولكن أصبحت عشرات الحوادث أنه إذا واحد عصب من جاره وعصب من مرته وصار في شجار عائلي بيفتح قنبلة وبيفجره وبيؤدي إلى أذى ووفاة العديد من الشخصيات. إلى اليوم ما نقادر بين قوسين ما تبقى من الدولة السورية أو النظام السوري يضبط السلاح المنتشر بشكل غير رسمي بين المواطنين، ومن القنابل فمنا واحد بيحمي المسدس، ولكن قنبلة كل ما واحد عصب بيزد قنبلة على يعني الأشخاص المواجهة. يعني هذا الموضوع الحقيقة موضوع كارثي. طبعا إذا بدنا نحكي بالأسباب يعني على التوازي، الأسباب هو نقص موارد الدولة مرة تانية، ضبط الأمن بده عناصر وبده تجهيزات، مثلا هلا اليوم موضوع الكاميرات، موضوع المراقبة هو عنصر أساسي، لأن كل ما بيزداد التطور بيزداد عدد السكان، بيصير في بدنا عملية ضبط أكثر، إنه نزيد العناصر ونزيد من التطور التكنولوجي أو نستخدم التطور ووسائل المراقبة اللي أصبحت علوم يعني خاصة وعلوم مستقلة بحد ذاتها لحتى نضبط الأمن في المدن. ونحن بسوريا ما عندنا موارد لا لحتى نستخدم هذه التقنيات والخبرات والتدريب اللازم، ولا عندنا الكوادر البشرية. مثلا من المظاهر يلي نحن عم نشوفها اليوم العنف في المباريات الرياضة، يعني في القدم وفي السلة وفي مختلف المنافسات، كل يوم نسمع أنه صار في شجار كبير وأنه والله انحرموا فريقين من الجمهور. أنا بتوقع بعد فترة رح يكون هذا قرار دائم، أنه ما في جمهور بيحضر مباراة، لأن ما عندنا قدرة على ضبط الجماهير من خلال يعني خلينا نقول قوات شرطة الملاعب مثل ما بيسموها أو قوات حفظ النظام اللي بنستخدمها نحن اليوم، هي ما أنا مختصة الحقيقة. كان آخر حادثة هي الحادثة المؤسفة اللي صارت بمباراة بين الكرامة والوحدة، الكرامة الحمصي والوحدة الدمشقي بكرة السلة، وشفنا تكسير الملعب على رؤوس من كان موجود وفشل قوات حفظ النظام. الحقيقة أنا اللي لفت نظري من كل المشهد، طبعا المشاهد مخجلة والمشاهد يعني بيشعر الواحد بالعار أنه يحدث هيك شيء ببلده، طبعا هذا الموضوع متكرر، يعني مو والله حادثة صايرة هيك على جنب كل سنتين ثلاثة، أصبح تقريبا كل مباراة منشاهد مثل هذه التصرفات. منشوف هي عدم كفاءة عناصر حفظ النظام الموجودين، وتوقع وجودا عقد المشهد أكثر ما ساعد على حله. إذا بدنا نكون كتير يعني منصفين منقول يعني كان وجودهم مثل قلته. وهذا الموضوع أيضا إذا بنسأل ليش هيك عم بيصير، بيقلك والله ما في عناصر كافية، وهذه هي الإمكانيات. شفت أيضا بعض التحقيقات عن يعني عمليات الدعارة في سوريا وانتشار
مثل هذه الأعمال حتى في الأماكن العامة، في الحدائق، في السينما. وأيضا كان رد الجهات المعنية أنه لا يوجد كوادر كافية لحتى نرصد ونضبط مثل هذه المخالفات والجرائم. فإذا لاحظوا عم بيأثر على كل شيء. هلا ليش في نقص؟ أول شيء الشباب السوري مثل ما بنعرف كله عنده حلم يطلع برا. اليوم لولا وجود هالتأخير بجوازات السفر والعرقلة، طبعا العرقلة مو لا يمنعوا الشباب يطلع، العرقلة لحتى ياخذوا من الشباب أكثر ما يمكن من يعني مدخراتهم أو مدخرات عوائلهم أو أملاكهم. يعني أنا وقت بعقد الأمور يعني هذا على الهامش عم بقوله أنه هن بدهم يلي بده يسافر يبيع الفوق والتحته ويعطيه رشاوي للحركات التي ترتبط بالنظام ويعني يسلمهم ما يملك ويخرج إلى غير رجعة. بغض النظر فإذا الشباب السوري اليوم إذا بنفتح له المجال بيطلع كله برات سوريا، عدد كبير منه صار برات سوريا. هلا الموجود داخل سوريا مع الأسف منافسين نظام من الميليشيات والقوى الموجودة عم يدفعوا رواتب ويعطوا ميزات أكبر من النظام نفسه. يعني بنرجع لشرق سوريا، للجنوب، حتى في دمشق، حتى في كل المناطق بنشوف في روسيا وإيران تنافس النظام لاستقطاب الشباب للعمل ضمن تشكيلاته. فمنشوف إذا النظام مثلا بيعطي ليرة للشخص بيجوا الإيرانيين بيعطوه 10 ليرات والروس يعطوه 15 ليرة وهكذا، بالإضافة أنه بيعطوه وثيقة أو مجرد هو كان يخدم في هذه الميليشيات أو مرتبط معهم بيحميه من الملاحقة وبيحميه من بطش وعسف السلطات يعني النظامية بين قوسين أو التي تتبع للنظام السوري، حتى بيصير مثلا غير مطلوب منه أنه يخدم عسكرية على سبيل المثال. بنشوف في الجنوب السوري وفي الشرق معظم الشباب انتسبوا إلى هذه الميليشيات لحتى يضلوا بمناطقهم على الأقل، ما يتم أنه يزتون على الجبهات لحتى يموتوا. وبالتالي بنشوف يوم بعد يوم النظام يفتقد إلى القدرة يعني العسكرية، قدرة الكوادر الأمنية والعسكرية على ضبط الأمور، وهذا رح يخلي الأمور تذهب من سيء إلى أسوأ. أيضا من مظاهر فقدان الأمن، وهذا الموضوع الحقيقة جديد في سوريا خلال يعني السنتين الماضيتين زاد ويتصاعد، هو موضوع سرقة أصول الدولة. يعني الواحد شو ما شاف قدامه باب حديد، مقعد خشب، محول كهرباء، أسلاك، بواري، مواسير عم يسرقها. وهذا الموضوع الحقيقة ينتشر بسرعة، وبتوقع في الدولة ما عندها قدرة لحتى تضبط السارقين ويعني تحد من هذه الظاهرة. بتوقع كمان إلى مصلحة مرة تانية في مثل انتشار مثل هذه الظواهر، لأن وقت عم بيصير في سرقة لأصول الدولة مثلا في الكهرباء، عم تنقطع الكهرباء عن منطقة، الدولة عم ترتاح من تغذية هذه المنطقة ومسؤوليتها تجاه هذه المنطقة بتزويدها من الكهرباء وهي مبسوطة على هذا الموضوع. فإذا أيضا موضوع الأمن يتجلى في هذه الظاهرة، ظاهرة أنه الناس وصلت من الفقر والعوز أنه ما ضل قدامها غير أصول الدولة مهما يكون شكل هذه الأصول لحتى تسرقها، يعني عم تستنى لتنقطع الكهرباء، المي وصلت للمي أيضا. في نحن دائما الأزمة اليوم في سوريا إلى وجهين، التقنين لعدم وجود الموارد والسرقات والتخريب اللي عم يصير على تجهيزات نقل الخدمات الأساسية إلى المدن السورية. وأيضا هذا الموضوع من أحد أوجه فقدان الأمن في المدن السورية. هلا ما بيختلف الموضوع كتير في باقي المناطق اللي خارجة عن سيطرة النظام. مرة تانية سلطات أمر الواقع اللي أنتجت الأحداث تشبه النظام كثيرا، وأيضا تشبه اليوم في قلة الموارد وعدم وجود يعني الكفاءات أو الكوادر المدربة، إذا كانت كافية فهي غير مدربة وغير قادرة على أن تقوم بتقديم خدمات حقيقة في تصف في مصلحة المواطن وضبط الحالة الأمنية. أولا بنشوف كتير الموضوع معقد أكثر يعني في هذا الإطار، خاصة إذا بدنا ناخذ شمال غرب سوريا، تعدد الفصائل، انتشار السلاح، غياب القانون بشكل أساسي وتطبيق القانون على الجميع بيجعل الجميع معرض، والجميع الحقيقة تحت ضغط. حتى الكلمة في مشكلة اليوم، الواحد بيحسب ألف حساب قبل ما يحكي كلمة في انتقاد حتى الواقع الراهن أو مثلا تدهور الوضع المعيشي إلى آخره، بالإضافة إلى الحوادث اللي بنشهدها وهي تشابه الحوادث وربما أبشع في بعض الأحيان في مناطق النظام من اختطاف واغتصاب. امبارح كان في خبر عن غضب شعبي لاغتصاب طفلة في منطقة الباب، وهذه الحوادث يعني متكررة. إذا ما كان مثل هذه الحادثة في سرقة، في قتل، في تفجيرات، ما ننسى التفجيرات اللي بتصير كل فترة وفترة، بالإضافة إلى عدم استقرار تلك المناطق عسكريا وهي معرضة لصراعات إضافية عسكرية بين الأطراف
المختلفة. بالعموم يعني النتيجة اللي بدنا نوصلها ودائما بإطار أنه نرسم المشهد العام، مع إفلاس النظام اليوم وعدم وجود الموارد وعدم وجود أي حلول يعني، وعدم رغبته أيضا في أنه والله يأخذ قروض ويصرفها على الدولة بحصلة بكرة، ولأنه بيعرف أنت ما قلنا أنه هو في مرحلة الانهيار بأنه هو في الصفحة الأخيرة، وبالتالي من مصلحته حتى يعود المواطن إلى العصر الحجري ويعني يقوم بتأمين كل مستلزماته بنفسه، من حماية، من كهرباء أو إضاءة لما في ولد كهرباء، من ماء بنفسه، ويوفر على الدولة هذه الموارد وهذه التكاليف، لأنه هو بأمس الحاجة إلى حتى يستمر أطول فترة ممكنة. لذلك بنشوف أنه ما في معالجة حقيقية للمشاكل التي يعني تتأتى سواء من الأوضاع الأمنية المضطربة أو من الاهتلاكات الطبيعية اللي بتصير بالكهرباء. مو صحيح أنه والله العقوبات هي السبب الأساسي، السبب الأساسي عدم رغبة النظام وتنصل من تحمل المسؤولية في كل القطاعات بما فيها القطاع الأمني، يلي بمرحلة المراحل نشوف أنه المواطنين رح يكونوا هن مسؤولين عن تأمين يعني تأمين أمنهم أو المحافظة على أمنهم الخاص. وهذا الحقيقة عم نشوفه بداية بتكون أنه مثل ما هلأ عم بيصير أنه والله بيقلك أنه أنتوا لازم كنتوا تشوفوا مين سرق المحولة الكهرباء، وإذا ما شفتوا ألقيتوا القبض على الفاعل أنتوا بتكون تدفعوا حقه. بداية الأمور توصل من هون، بكرة راح توصل لكل الجرائم بيقول لك هاي جريمة حصلت في منطقتك، مو معقول أنت ما شفتها وأنت كنت لازم تلقي القبض على الفاعل، وبالتالي التخلي عن كل وظائف الدولة في مقابل الحفاظ على فترة أطول في عمر النظام السوري. هذا كل شيء بدي أقوله بهذا الصدد. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.